كبير قال بأنه جاء إلى سيدني باش يحرز على ميدالية. إذا حتى عيد الملاكم المغربي تشهد على الصور اللي لبس القبعة الزرقاء حتى عيد في هذا اللقاء مع الأرجنتيني هكتور بيريز. فحتى الكوبيين الكل تعرف القيمة ديال المدربين، لا مدرب كوبي قال فيك كلمة أو شهادة فتعتبر شهادة حقيقية. فالملاكمين والمدربين الكوبيين شهدوا بأن هذا المدرب غادي يمشي بعيد، خصو إمكانيات خصو تشجيع بحيث عطى كل ما عنده في كل اللقاءات لكن بشكل جيد. بالنسبة لهذا الملاكم الأرجنتيني باش نقربوا للمشاهد الكريم، فهو بطل العالم للشبان سنة 92 وأيضا بطل أمريكا سنة 92، يحتل المركز الأول في البطولة الإقصائية الأولمبية الخاصة بأمريكا والاشتراك في تيخوانا في المكسيك، حيث فاز على الكولومبي لزيدنا أندريس بوزن 57 كيلوغرام. هذا الملاكم هو الآن مازال طالب تتكلم بالإسبانية ومارس الملاكمة في سن 16 سنة. على الصورة طه تمتماني، نتمنى كل توفيق لطه تمتماني في هذا اللقاء القوي. على الصورة الأرجنتيني بيريز هكتور. أعطيت انطلاقة الجولة الأولى. دائما البداية تكون بداية يشوفها الحضر باش يعرف كيفاش يسدد اللكمة في اتجاه الأرجنتيني بيريز هكتور. نقطة أولى للمغربي طاهر تمتماني، دفاع جيد أيضا من نقطة يسجلها بيريز هكتور الأرجنتيني. ممتاز، تمكن باش يسدد لكمة جيدة وباليد اليمنى طاهر تمتماني. دائما تعادل نقطتين لكل ملاكم. النقطة الثالثة للأرجنتيني بيريز هكتور، يجب دائما الابتعاد عن الملاكم الارجنتيني، دائما انتقال جيد بالنسبة لطه تمتماني، لكن يتمكن بيريز هكتور من تسديد لكمة وهي النقطة الرابعة له في هذه الجولة الأولى. نقطة أخرى للأرجنتيني 5-2، لحد الآن ما كاينش رد فعل ديال طاهر تمتماني، وهذه غير الجولة الأولى من هذا اللقاء. وهذا اللقاء تتعد من لقاءات قوية وأيضا الصعبة في هذا الوزن، أي وزن 57 كيلوغرام. ممتازة، لكمة ممتازة 6-4، فارق نقطتين. دفاع جيد ديال طه تمتماني. إذا انتهت الجولة الأولى ب6-4 لفائدة الأرجنتيني بيريز هكتور. هذه الجولة تمكن منذ البداية بيريز هكتور باش يسدد لكمتين حيث كان الفارق جد ديال النقاط، لكن تمكن طاهر تمتماني. ودائما تعليمات المدرب باش يبتعد على الأرجنتيني بيريز هكتور. هنا إحدى لكمات ديال طاهر تمتماني وأيضا ل بيريز هكتور، وتتعد بيريز هكتور ايضا من الملاكمين الجيدين المشاركين في هذا الوزن، اي وزن 57 كيلوغرام. المدرب ديالو المدرب ديالو هو كوبي توانخينو فيونتيس، قلت على قيمة المدربين الكوبيين، ودربوا منذ سنة 1998. إذا نتمنى التوفيق للطاهر تمتماني في هذه الجولة الثانية. دائما لكمة باليد اليمنى واليسرى في أي الوقت
ممتاز طاهر تمساماني سجل النقطة الخامسة. لكن ما هو الصافية ما تمكنش باش يسدها في اتجاه وجه الأرجنتيني بيريز، دائما فارق نقطة واحدة. ممتاز لكن تسجيلات تبقى ممتاز طاهر تمساماني اللي كيتمكن باش يبتعد ويسدد اللكمة في الوجه ديال بيريز. دائما الآن تعادل وكانت بداية موفقة لطاهر تمساماني في هذه الجولة الثانية. قتالية في لاكم طاهر تمساماني، وعلى الرغم بأنه تعرف بأن الملاكم اللي أمامه ملاكم قوي، 7-7 دائما رد فعل جيد للملاكم المغربي طاهر تمساماني في هذا اللقاء القوي في وزن 57 كيلوغرام أمام أرجنتيني بيريز هكتور. والعياء تبان على الملاكم الأرجنتيني. ممتاز طاهر تمساماني حد الآن تبان التفوق حتى من ناحية الملاكمة. أقل من 20 ثانية على نهاية الجولة الثانية، تقدم ديال طاهر تمساماني بثمانية نقاط مقابل 7. ممتاز طاهر، 9 نقاط ممتاز، رد فعل جيد للطاهر تمساماني. لكمات لوجهها طاهر تمساماني للأرجنتيني بيريز هكتور، وأيضا لكمة للأرجنتيني بيريز هكتور للطموح ديالو هو الفوز بالميدالية الذهبية في هذا الوزن. وأيضا الأب ديالو أيضا من الملاكمين بالأرجنتين. إذا أعطي انطلاقة الجولة الثالثة. ممتاز 11-8 نقطة رقم 12 لطاهر تمساماني، كان المؤدى ديالو في الجولة الثانية جيد. نتمنى التوفيق لطاهر تمساماني في هذا اللقاء اللي هو لقاء جد قوي، وتيبان الآن العياء ديال بيريز هكتور. 16-9 لحد الآن تقدم جيد لهذا الملاكم الشاب طاهر تمساماني من مدينة مراكش. 16-7 لطاهر تمساماني، وتبان لأن الآن القوة ديال بيريز هكتور هي باش يلتصق طاهر تمساماني اللي هو خصو يبتعد عليه. 16-9 دائما تقدم للمغربي طاهر تمساماني في الجولة الثالثة، حيث ان كل ملاكم فاز بجوله، 6-4 في الجوله الاولى لفائده هكتور، و6-2 فائده تمساماني في الجوله الثانيه. 14-10 دائما فارق 4 نقاط، 15-10 ممتاز طاهر تمساماني لحد الان في لكن طريقه جيده، لكن الارجنتيني تمكن باش يسجل نقطتين. الفارق اصبح 2 نقاط. اقل من 30 ثانية على نهاية الجولة الثالثة، دائما طاهر يدافع، وان ضغط وجه الحكم لبيريز هكتور. نقطة جيدة للطاهر تمساماني، دائما فارق نقطتين بين الملاكمين، ويعد من أبرز اللقاءات الآن اللي تنشاهدوا، لقاء قوي من جميع النواحي. دائما تقدم الملاكم المغربي، وتتلاحظ العياء الأرجنتيني بيريز.
وأقل من ثانية، وتنتهي الجولة دائما بتقدم طه تمتماني ب 16 مقابل 4. نتمنى أن يحافظ طه تمتماني على التقنية ديالو آخر جولات هذا اللقاء. تشاهدوا بأن هناك كان تعادل من حيث التنقيب مقابل 6، كان تكافؤ في اللعب. إحدى النقط سجلها بيريز هكتور، وأيضا نقطة أخرى لطاهر تمتماني، نقطتين. روح قتالية باش تلاكم هذا الملاكم الشاب طاهر تمتماني، وكان نموذج، كان نموذج هنا بمدينة سيدني. إذا بداية الجولة الرابعة والأخيرة. دائما خاصة تمتماني حافظ يحافظ على الوجه ديالو. 16 مقابل 14. والكل تعرف أن الحسم دائما تكون هذا الجولة. نقطة الآن تسجلها الأرجنتيني 16 مقابل 15، دائما الفارق تسعى الآن جوج النقاط 17 مقابل 15. ممتاز ممتاز طه تمتماني 18 مقابل 15، ممتاز. تستغل بعض الفترات ديال الفتور ديال الأرجنتيني بيريز 18 مقابل 15. يجب الحذر، ممتازة 19 مقابل 16، ممتاز طه تمتماني. تنتقل تدافع بطريقة جيدة وتحين الفرصة باش يسدد اللكمة باليد اليسرى، وهي قوة هذا الملاكم المغربي طاهر التمتماني. 19 مقابل 16، أقل من 50 ثانية على نهاية الجولة الرابعة والأخيرة من هذا اللقاء القوي، لقاء دور الربع. 19 مقابل 17، نقطتين كفارق. يجب الحفاظ، يجب الحفاظ على هذا التنقيط. نقطة واحدة 20 مقابل 18، الآن تصبحوا جوج ديال النقط كفارق، أقل من 30 ثانية. يجب على طاهر تمتماني أن يحافظ على هذه النتيجة. 21 مقابل 18، ممتاز للملاكم المغربي، تفوق جيد، حفاظ ودفاع جيد، ايضا انتقال سريع في الحلبة. دائما تقدم المغربي طه تمتماني ب 21 مقابل 18، اقل من 10 ثواني على نهاية هذا اللقاء. ومن خلال هذا اللقاء يبان على طه تمتماني انه غادي يمر الى دور نصف النهايه. اذا مبروك مبروك لطاهر تمتماني في هذا اللقاء القوي والقوي جدا، بحيث يتمكن باش يمر الى دور نصف النهايه، وايضا عنده ميداليه هنا في هذه الدوره الاولمبيه. اذا الطريقه ديال اللعب وباش لاكم هذا الملاكم الارجنتيني بيريز كان طريقه جميله وجميله جدا، وما عندنا الا نهنيو هذا الملاكم الشاب اللي تمكن باش يقصي ملاكم يعتبر من أخيرة الملاكمين على الصعيد الأمريكي. إذا فوز مستحق للشاب طاهر تمتماني في هذا اللقاء القوي ب 21 مقابل 12، وغادي يمر إلى دور نصف النهاية. نهنيو أيضا نهنيو على الروح القتالية، أقول الروح القتالية اللي هي نموذج متميز تتصف به هذا الملاكم من مدينة مراكش طاهر تمتماني، واللي الطموح ديالو دائما تبقى طموح قوي وقوي جدا باش يفوز بإحدى الميداليات الثلاث. نهنيو هذا الملاكم المغربي على الفوز ديالو وعلى التأهل ديالو إلى دور النصف، بحيث أنه غادي إن شاء الله غادي يواجه ملاكمين أقوياء، ونتمنوا له الفوز في المقابلات المقبلة. إذا مرة أخرى نهنئ هذا الملاكم الشاب طه تمتماني بتحقيقه للتأهل إلى دور نصف النهاية في وزن 51 كيلوغرام. إذا سيدي تابعنا لقاء شيق جدا وإحقاق جيد لهذا الملاكم الشاب طه تمتماني، والآن غادي ننتقلوا مع الزميلة قائمة بالعشي والسباق الثاني
في مسافة 10,000 متر صيدا. وتميز كذلك هذا اليوم بتأهل مجموعة من العدائين المغاربة إلى الأدوار المقبلة. أول ميدالية أحرزها المغرب كانت في رياضة الملاكمة بواسطة الملاكم المغربي طاهر التمسماني في وزن 57 كيلوغرام، الذي تمكن من الفوز في ربع النهاية على الملاكم الأرجنتيني هكتور بيريز. فباستثناء الجولة الأولى التي خسرها التمسماني، في الجولات الثلاث الأخرى عرفت تفوق الملاكم المغربي الذي تمكن